مفاجأة صغيرة لذيذة، أنا بحبه وبحترمه جداً، حد موهوب بيحب الشغل قوي، بيحب الفنان. عايز أقول عنه حاجات كتيرة جداً بس أنا هسيبه هو يتكلم. هو صاحبي وأخويا وحبيبي والمخرج بتاعي محمد سامي. حيو معنا محمد سامي. أنا سعيد جدا بوجودك معنا. ربنا يخليك. وإحنا أول مرة نستضيف مخرج صراحة، بس أنا حابب أقول لك حاجة واحدة، إنه هو في حد معنا تل أو أنا ما أنا جوزي. أنا جايب لهم حلويات ومشروبات وهم قاموا ياكلوا غدا كلتهم كلهم بس أنا طبعا مين؟ على مين؟ أنا عملت حسابك والله العظيم شايل لك واحد تحت الترابيزة. أشكرك، مرسي. بالعافية. فين البقية تاعتك؟ بتفضل دي، ممكن تاخذي هذه الذكريات. طب احنا ما كناش. انت زلتنا. قسما بالله شل الصحن عارف؟ فجأة الصحن عارف بيعمل كده. حطه هنا. أستاذ محمد بصراحة غادة الكائن الحي اللي على يسارك تعبك ولا لا؟ تعبك في التعامل ولا لا؟ خالص. يا راجل. والله خالص. دي مريحة. دي انا بقول لك سير ما تعليش صوتك بيني وبينك خالص والله ما تقلقش النهار مش فايت وصبرت كل المدة هذه هو اللي بيقول انا ما تكلمت طب خلي بالك عشان انا بقعد طيب استاذ محمد انت تعاملت مع غادة عبد الرازق كيف التعامل معها حقيقة يعني خلف الكواليس طبعا خلف الكواليس لا خلف الكواليس دي كرومي خلف الكواليس غدا كوميدية جدا شمته في كوميدية لا كوميدية قوي والله كوميدية خلف الكواليس كوميدية جدا في الشغل كأنها أول مرة بتمثل في الشغل غدا وأنت بتشتغل معاها أول مرة بتيجي اللوكيشن الصبح كأنها واحدة أول مرة تمثل بتيجي مركزة قوي وتفضل قاعدة كده وتكلمها وهي ساكتة خالص تماما ومركزة بره الكواليس دي كروم دي كروم بره الكواليس بره الكواليس غدا كوميدية جدا يعني غدا مثلا تقول لها على حاجه فما تختلف معاك بقى في وجهه النظر مثلا بركاليست ايه غدا عبد الرزاق ايش اللي بيزعلها بيزعلها غدا رومانسيه قوي وشعريه وبتاع تيجي على مشاعرها زي نفس مواصفاتي نفس قاعده مكتئبه وعامله لا ما تحاولش والله والله رومانسيات بتحب الانسانيات هي قوي تحيه لها بتحب تعملها بادمان محمد انت مخرج وبتعرف الفنانين وبتعامل مع الفنانين خذ النجم البطل هذا وخليه يشارك معك في مسلسل بس هو يرضى بس هو يرضى تقدر يعني يبقى لي الشرف والله طيب افرض انه الشرط عليك شرط انك تقص شعرك لا اكيد عاملها والله والله لو محمد سامي هعملها هذا الرجل المثالي في البرنامج قبل شويه قال مش حتزوج لو طلبت تحليق شعري لا بس ده شغل ها ده شغل لا التاني ده موضوع مختلف والله ده لو حلق شعره تبقى مصيبه لو عشان اتجوزك تحلق شعرك ده كارثه هيبقى وحش كمان تشوف ان فيه روح التمثيل ممكن يمثل طبعا طبعا الراجل عنده كاريزما اسم محمد ده بسرك فعلا كثير من المشاهدين بيسمعون انه المخرجين بيسبوا وبينعلوا وبيشدوا شعرهم يا ناس وخلصوني واطلع ايه ده فين غدا ده مخرجين غدا لا طبعا كان بيعمل كده لا 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 ده قال عليك اديك الرومي لا 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 اي حاجه بيسخنك ابدا بص سامي من المخرجين اللي بيحبوا شغلهم جدا جدا بس برضه في وقت الراحه إيه تحس ان هو انت جايب بالظبط طفل عنده 18 سنه او 17 سنه بيجري جميل تبقى بنلاحق عليه طب يا استاذ اهدى طب تعالى بس نعمل مش عارفه ايه حل سنه واحده بس ويبقى بيتكلم معاك وبيتكلم معايا وبيتكلم مع كل الناس في وقت واحد لكن وقت الشغل بيفصل تماما شخصيه ثانيه طبعا شخصيه ثانيه خالص بجد وما فيش لعب وما فيش تنكيت وما في ايه عايز اقول لك ايه يعني مع سبق الاصرار اخراج محمد سامي فلك انت تتخيل كان ماسك اللوكيشن ازاي غدا اصعب مشهد طلب منك الاستاذ محمد وتعبك قوي فيه وانت تقول يا رب خلصني لا عمري ما هقول يا رب خلصني طبعا
خلص لي من المشهد مش طبعا الله يكون شايله همه بس في مشاهد كتير طبعا يعني مشهد الضرب سابني 6 دقايق وربع سحلني يعني ما فيش لا ومش عايز اقول ستوب يعني هو سايب هو قاعد بقى وبيتفرج وعاش مع الحكايه وبعدين انا قلت ايه هيقول دلوقتي خلاص يعني انا اتسحلت في الاوضه كلها هروح فين تاني ففي الاخر بقى رحت قاعده كده قلت له خلاص يا استاذ انا اتضربت ما فيه كفايه يا مجرم كان بيتضرب حلو ها بيتضرب حلو وانا عايز اتفرج على غادة عبد الرازق بتتضرب والله اذا بتتضرب حلو وانت يعني مستانس هذا شيء راجلك لا وفي الم بتاع استاذ احمد راتب لما دخلت عليه وراح لطشني بالالم ده انا عارفه طبعا كان طالع والدك هو انا عارفه ان استاذ محمد بيشتغلني طبعا هو عايزني ايه عايزني اتضرب كذا مره هو مش عارف يضربني بالقلم فقال لك خلي احمد راتب يطشها فكل شويه اخش القلم بترزع رزعه فيقول لي تيك تو مش حلو يا غدا فانا يعني عندي ذمه وضمير فاقول له ماشي يا استاذ سامي فاخش احمد راتب راح رقعني بالقلم رق يعني البلاتو كله وشي بيتهز فاخرج له اقول له يقول لي قلت له لا بقى لا بقى يبقى انت عايز تضربني اضربني انت القلم وخلصني وروحني مش ممكن ثلاث مرات وبعدين هو ما فيش كلام في المشهد يعني هو انا باخد القلم وخلاص بثبت واطلع كل يقول لي مش عارف ما ايده يمكن ايده هي اللي ما جاتش صح في الكادر اقول له ايد ايه هو مش باين ايده ولا رجل ولا حاجه خالص ده واضح انه متضايق هو فهو كان لا استاذ راتب بقول له الاداء هنا بقول له استاذ راتب عايزك تديها بالقلم يقول لي ده ثالث قلم يا محمد اقول له ايوه بس عايز اداء في يقول لي اداء ايه انا بلطشها بالقلم مش عارف لا هو عشان هو قاعد على كرسي يعني هو قاعد على كرسي مشلول المفروض الشخصيه طبعا الاستاذ راتب ربنا يديله الصحه يعني بس قاعد على كرسي مشلول ومدام غدا طويله قوي فهو بيضربها بالقلم لازم هي توطي له وهي داخله عشان تبوسه فبيلطشها بالقلم فكنت حاسس كده عايز الموضوع تلقائي اكتر انت كنت عايز تضرب كان عايز بس يخرج الشغل لا غدا ضحكتني قوي كنا بنعمل مشهد فينال في المسلسل فهي بتقول مرافعه حوالي 5 دقائق مثلا مرافعه 5 دقائق فقالت المرافعه كلها وبعدين بعد ما خلصت المرافعه رحت داخل مسقف لها قال لها هايل 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 وان مور تيك قلت لها والله العظيم همشي عبد الفتاح يعني مش هتغني في المسلسلات يوم من الايام شوك تمثل وتغني او على الاقل تترات المسلسلات هو كان في السنه دي انه